من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بشكل مختصر وبعض النقاط التي سأذكرها معروفة لكثير من الإخوة الكربلائيين حفظهم الله تعالى، ولكن استجابة لطلب الإخوة في تلفزيون كربلاء المكرمين الذين طلبوا منا ذكر بعض الأمور حول حياة السيد الوالد رحمه الله تعالى في كربلاء المقدسة، وكما هو معروف فإن السيد الوالد رحمه الله تعالى وامتداداً للخطوات التي اتخذها جدنا السيد ميرزا مهدي رحمة الله تعالى عليه، فقد قام بعدة مشاريع مهمة في كربلاء المقدسة التي كانت تصب تلك المشاريع في مجال تثقيف وتوعية المؤمنين وخاصة الشباب المسلم الذي كان في ذلك الوقت يطمع فيه كثير من الحركات الإلحادية، وخاصة الشيوعيون كانوا يطمعون في الشباب المسلم. فتلك الخطوات كانت وبمقدار كبير أثرت في حفظ الشباب المسلم، بحيث أنهم لم ينجرفوا في التيارات المنحرفة وخاصة التيار الشيوعي الذي غزا العراق في تلك الفترة. وفي هذا المضمار قام السيد الوالد رحمه الله تعالى بمعونة جمع كبير من المؤمنين ومن العلماء والخطباء في كربلاء المقدسة بالسعي لتثقيف المؤمنين بنشر الكتب والخطابة والتدريس والتأليف ورعاية الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة وأمثال ذلك. وحينما جاء حزب البعث إلى السلطة بقطار أمريكي بريطاني، بدأ بمحاربة جميع النشاطات الدينية في العراق، ومن جملة من حاربهم حارب العلماء في كربلاء المقدسة، بحيث رأى السيد الوالد أن بقاءه في العراق لا يمكنه من إنجاز مشروعه بالنحو الكامل، فلذا اضطر إلى أن يهاجر العراق على أمل العود في العراق ومواصلة النشاط والعمل من خارج العراق. وقد تعرض هو وكثير من أقربائه وأصدقائه والكربلائيين الكرام لمضايقات كبيرة وشتى، ومن جملتها اعتقال الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، والذي مورست بحقه أنواع التعذيب، وكان على وشك أن يعدم لولا أن الله عز وجل شاء بنجاته. وبعد أن هاجر العراق سافر إلى الكويت، لأن الكويت أقرب بلد إلى العراق في تلك الأيام، وكانت العلاقات بين الكويت والعراق علاقات وثيقة، وكان العراقيون يسافرون إلى الكويت بسهولة ويسر، وكذلك الكويتيون كانوا يسافرون إلى العراق
فكان اختيار الكويت لأنها أقرب بوابة إلى العراق في تلك الأيام. وبعد أن بقي في الكويت لمدة 9 سنوات وبعد انتصار الثورة في إيران، هاجر إلى إيران إلى قم المقدسة في هذا المكان. وهذا المكان اشتراه أحد مقلدي سماحته له وأهداه له، لكن السيد رضوان الله تعالى عليه رفض أن يقبل هذه الهدية، وبعد الإصرار من ذلك المتبرع سماحة السيد قبل هذه الهدية بشرط أن يوقف هذا المكان، واستأجر هذا المكان من الوقف، يعني هذا المكان موقوف والسيد كان مستأجرا في هذا المكان وهذا البيت، على رغم أن البيت في الأساس اشتري ليكون ملكا له. وقد فعل هذا الأمر أيضا في السابق في كربلاء المقدسة، حيث أن إحدى مقلدات السيد باسم الحاجة صفية اشترت دارا وسيعة لسماحة السيد وأهدته له، لكنه رفض هذه الهدية وأصر عليها لكي تقف هذا البيت ليكون مكتبة عامة عامرة، فتحول البيت إلى مكتبة القرآن الحكيم في شارع المخيم خلف مدرسة ابن فهد الحلي رضوان الله تعالى عليه. ولو أن النظام البائد قد أباد الكتب التي كانت في تلك المكتبة وجعلها بيت سكنية، ولكن هناك محاولات من بعض المؤمنين لإرجاع الوقف على ما كان عليه لكي يكون مكتبة عامة لجميع المؤمنين في كربلاء المقدسة والوافدين إليها. فهذا البيت هو وقف، والآن هو مستأجر من الوقف، والإيجار يصرف على الفقراء والمحتاجين حسب ما ثبته سماحة السيد في الوقف. الفترة التي قضاها سماحة السيد في خارج العراق، وهي فترة حوالي 31 عاما إلى حين وفاته، كان متشوقا إلى الرجوع إلى العراق وإلى كربلاء بالذات، وكان دائما يذكر أن إن شاء الله سنرجع إلى العراق بعد زوال الطاغية. وأنا أتذكر حينما كنا في الكويت وكنا صغارا في ذلك الوقت، كلما كنا نسأل الوالد رحمه الله تعالى عن قضايا مختلفة، ومعلوم سؤال الأطفال كيف يكون، فكان يضمن الجواب بأننا إن شاء الله سنرجع إلى كربلاء المقدسة، حتى إذا أحدنا رأى رؤيا حلم كنا نسأله عن تعبير تلك الرؤيا، فكان يضمن التعبير الرجوع إلى كربلاء المقدسة. وكان اهتمامه في هذه الفترة في إيران، إضافة إلى الاهتمامات العالمية التي كانت له من تأسيس المؤسسات الإسلامية في مختلف بلدان العالم من الشرق والغرب، من كندا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وغيرها، إضافة إلى هذه الاهتمامات كان يولي قضية العراق اهتماما بالغا، ولذا قد ألف حول العراق أكثر من 25 كتابا وكتيبا وكراسة، وكان دائما يخطب ويحاضر حول موضوع العراق وكيف يمكن لنا أن نجعل العراق بلدا مستقرا آمنا لكي لا تعود الدكتاتورية بشكل أو بآخر. فعلى كل حال الاهتمام بالعراق كان في أولوياته، ولذا بمجرد نزوله في قم أسس 5 مدارس علمية، وهذه المدارس العلمية كان أكثر الطلبة فيها من الإخوة العراقيين الذين هاجروا أو هجروا من العراق، والآن كثير منهم من هؤلاء الطلبة الذين تربوا في هذه المدارس، وعلى الخصوص مدرسة كانت تسمى بمدرسة جابر بن حيان الكوفي رحمه الله تعالى، أكثر هؤلاء الطلبة الآن منتشرون في مختلف بقاع الأرض في الشرق والغرب وفي إيران، وبعضهم رجع إلى العراق في هذه الفترة
بعد سقوط الطاغية في العراق. وفي هذا المجال وهذا المضمار تأسست أيضا عشرات الحسينيات للإخوة العراقيين وعلى الخصوص الإخوة الكربلائيين في شتى مناطق إيران. كل مكان كان فيه مجموعة من العراقيين أو من الكربلائيين فقد تم تأسيس حسينية في تلك الأماكن بتشويق من سماحة السيد ودعمه ودعم كثير من المؤمنين. فهذه الحسينيات قد تبلغ الآن في إيران حوالي 35 حسينية في مختلف المدن الإيرانية ولعله أكثر من ذلك. وكذلك الاهتمام بالقضية العراقية والاهتمام بالأطروحات الاستراتيجية في القضية العراقية، لأنه كثير من الأحيان تحدث قضايا وهذه القضايا تصرف الأنظار عن القضايا الاستراتيجية المهمة. السيد رحمه الله تعالى كان في كثير من هذه القضايا يركز تركيزا بالغا على القضايا الاستراتيجية التي تضمن المصالح الدينية والدنيوية للشعب العراقي، فهو من أوائل أو أول من نادى بلزوم حكم الأكثرية في العراق، لأنه الديمقراطية تقول بحكم الأكثرية، وكذلك الشرع الحنيف يأمر بالشورى والشورى تفرز حكم الأكثرية مع إعطاء كل ذي حق حقه، لأن حكم الأقلية واستبداد الأقلية أيا كانت هذه الأقلية يسبب الاضطهاد والطائفية. ولكن إذا كل ذي حق أعطي حقه فإن الجميع يعيش بسلام ويعيش برفاه، إضافة إلى التركيز الأكيد على اللاعنف، لأنه العنف لا يولد إلا العنف ولا تكون نتيجته إلا سيئة. أما اللاعنف والتركيز على التثقيف والحوار وحل المشاكل بالكلام وبالثقافة فإن هذه نتيجته تكون نتيجة كبيرة، لا يمكن الوصول إلى تلك النتيجة بالعنف. فلذا نحن الآن مطالبون في العراق التعامل برفق وبالسلم وباللين، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الخروج عن السلم في موارده هو اتباع لخطوات الشيطان. لا فائدة في العنف إذا لم يكن مع ثقافة، لأنه إذا لم يكن هناك ثقافة فإن العنف يولد العنف ويسبب المزيد من المآسي. فنحن بحاجة إلى اللاعنف، وكان هذا من الأمور التي يركز عليها سماحة السيد. كان يولي كما ذكرت القضية العراقية اهتماما بالغا، وكان يتابع أخبار العراق، وكان دائما في هذه الغرفة المتواضعة يلتقي بمختلف الإخوة من مختلف مناطق العالم وخاصة الإخوة العراقيين والكربلائيين، وكان يركز عليهم على الأمور الجذرية المتمثلة في اللاعنف وفي الأمة الإسلامية الواحدة وفي الأخوة الإسلامية وفي نبذ التفرقة الاستعمارية التي جاء بها الاستعمار لتفريق الأمة الإسلامية، فنبذ كل أنواع القومية ونبذ كل أنواع العنصرية والدعوة إلى الشورى والديمقراطية في إطارها الصحيح، وكما ذكرت تثقيف الأمة. فعلى كل حال هذا مختصر عن فكر سماحة السيد حول العراق بشكل خاص وحول العالم الإسلامي بشكل عام. نحن الآن مطالبون بأن نعمل عملا جادا وحثيثا في إيجاد الاستقرار والاستقلال للعراق، وهذا لا يمكن إلا عبر تثقيف مختلف شرائح الشعب العراقي الذي حرمه النظام البائد من كثير من مفردات الثقافة الإسلامية عبر قتل العلماء أو سجنهم أو تهجيرهم
وعبر منع الكتب وعبر إعدام المؤمنين والمتدينين. فتلك الفترة انقضت ولله الحمد. نحن مطالبون في هذه الفترة بالتركيز على التثقيف. عموما نرجع إلى موضوع سماحة السيد رحمه الله تعالى، كان زاهدا في حياته، دائما يتعامل مع القضايا تعاملا سهلا وبسيطا، كان يبتعد عن أي نوع من أنواع الترف في العيش، كان يبتعد عن أي نوع من أنواع التميز على المجتمع، بحيث أنه كان يحاول دائما أن يكون الشيء الذي يشترى للبيت من المأكل والملبس والفراش وأمثال ذلك، كان يحاول أن يكون بحيث يساوي أفقر الفقراء في هذا المكان في مدينة قم، وكان يحاول أن يبتعد عن أي أنواع الترف كما ذكرت، حتى الأمور المتعارفة بين الناس التي لم يكن يتمكن الفقراء من فعل تلك الأمور أو امتلاك تلك الأمور كان يبتعد عنها. لم أره يغضب إطلاقا في كثير من القضايا التي كانت تستوجب الغضب، ما كنت أراه يظهر الغضب إلا في موردين. المورد الأول ما يخص المسلمين في شتى بقاع الأرض، حينما كان يسمع أو يرى اضطهاد أو ظلم للمسلمين، وخاصة في العراق كان يغضب، حتى بعض الأحيان كان الغضب يبدو على وجهه. والمورد الثاني إذا كان يرى نوع من الترف مثلا، أو إذا واحد حاول نوع من الترف كان يغضب، حتى أنه مرة أحد الإخوة بدون استئذان من سماحة السيد بدأ بصبغ هذه القاعة التي تقام فيها الصلاة، فالسيد حينما علم بذلك غضب غضبا شديدا ولم يقبل، قال للشخص أن هذا التصرف منك لم يكن صحيحا، بدون استئذان تريد تصبغ هذا المكان، مع أنه لم يكن يكلف كثيرا، قال له أن هذا المبلغ مبلغ الصبغ يمكن أن نصرفه في طبع كتاب أو في تأسيس مؤسسة أو مساهمة في طبع كتاب أو تأسيس مؤسسة. فعلى كل حال هذه الفترة وخاصة الفترة الأخيرة كان دائما يشتاق إلى كربلاء المقدسة، حتى أنه أوصى بأنه إن مات وهو خارج كربلاء المقدسة أن يدفن بشكل أمانة، يدفن أمانة وبعد أن تتيسر الأمور ينقل جثمانه إلى كربلاء المقدسة بجوار والده وبجوار قبل ذلك الإمام الحسين سلام الله عليه. ونحن أيضا ننتظر الوقت المناسب والمؤاتي لنقل جثمان السيد إلى كربلاء المقدسة، فنسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن علينا جميعا بالأمن والاستقرار، كما من علينا بزوال الطاغية وهي نعمة كبرى يجب أن نشكر الله عز وجل عليها. نأمل أن يمن علينا بالأمن والاستقرار والرفاه والحرية وتطبيق الإسلام والقوانين الإسلامية. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الإخوة العاملين في كربلاء المقدسة وخاصة الإخوة المحترمين في تلفزيون كربلاء المقدسة الذين كان لهم دور كبير في الفترة الماضية في تثقيف وتوعية المؤمنين في كربلاء وبث المحاضرات الدينية والبرامج المناسبة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يوفقهم للمزيد، إنه خير معين، وصلى الله على محمد وآله. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها